بسم الله والحمد لله والله أكبر. الآن إن شاء الله تعالى سنزور سورة عبسة اللي هي نزلت والرسول عليه السلام في بداية المهمة الخاتمة المباركة الخالدة. هنا من جملة ما تم في السورة دي هو في بدايتها الله ينقل لنا ما هي أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. كان على عادة العرب أنا عنده شبه يقين اللي مش تحب تغير جماعة اتجاه نحو رؤوسها، خاطر الناس على دين ملوكهم. أنا رأيي، لكن رأي بشري، وربي سبحانه وتعالى حب يورينا اللي فما أشياء أخرى ربما أقوى أهمية. عبس وتولى. نبينا عليه السلام لم يتعلم العبوس بتاعه تسكير سكر في وجه الأعمى، لا لا لا، لكن اللي يهمه أكثر قلنا الفكرة المتداولة اللي اقصد الروس يتبع الباقي، الأجساد كلها تتبع الرأس، لأن يعني الرأس يحوي مكتب ويحوي مخ ومخيخ، وبعد تحت الرأس ما فما باش يحرك الأجزاء الدم من العضلات باش يلتقط معلومات من كل أجزاء الجلد والمجر. النخاع الشوكي هو في المقام الثالث، المقام الأول قالول الثاني في الرأس، يعني في الكران الجمجمة داخل الجمجمة محمي بعناية الرحمن. عندك مخ ومخيخ أنسربو ينسربلو، والمجموعة تسمى أنصفال. المفيد الروس إذا كانت تشهد بالباطل فناصيتها ستؤخذ بعنف ويلقى صاحبها في النار. عرف عاش قادم من اسكار روحك بكي الزبرطعي، تو ترى الذكاء والزبرطعية بتاع أوهامك ماذا يخلق لك من آلام قبل ما تموت هنا، وبعد تبدأ تجارب أخرى أثناء جولتك غير مباركة أثناء المرحلة البرزخية. يا سلام، ان موفي سيجور dans une tombe où il y a que de feu, que du feu, de small hellfire. نسأل الله السلام.